نروح نشوف بقى حوار تاني لقناة النادي الأهلي مع دكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ونرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل باقي فقراتنا. اللي احنا متفقين على المكان نادي الاهلي، احنا نظم في البطولتين الافريقيه في نادي الاهلي في مصر من قبل حتى ما نفكر في مراسم الاحتفال او شكل الاحتفال بالعيد الخمسين، واحنا فكرنا ان ودي مصادفه بس مش اكتر، واحنا فكرنا ان الاحتفال بالعيد الخمسين مش هيكون بس يوم 15 يناير اليوم اللي تاسس فيه الاتحاد من 50 سنه، لا احنا هنمده على السنه كلها، هنحتفل بيه طول السنه من خلال الاحداث الرياضيه اللي هتنظم، ومن ضمن الاحداث واولها هو البطولتين دول، فعشان كده اليوم قيمه كبير، اليوم وضع كبير. pour dire que d'ailleurs l'apothéose هو كاحتفال نفسه، الاحتفال هيعملوه في شهر اكتوبر في الكونغو في بطوله افريقيا للانديه، فعشان كده بقول انا باكد ان هو هنحتفل طول السنه مش بس وقت البطوله اللي هتبقى موجوده هنا في النادي الاهلي. vous savez c'est un grand monsieur que pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qui se fait au niveau du club. خرج بشكل يعني في صداقه كبيره، هو بيقولها مسبقا كانوا جم قبل كده وكانوا عاملوا زي زيارات للقاعات اللي هيتنظم فيها والاوتيلات، وطبعا وقسنا عليهم بشكل كبير وقال ان هو يعني مش بس النادي الاهلي، الاتحاد المصري وكمان رئيس الاتحاد المصري بيحاول يوفر جميع السبل علشان التنظيم يبقى كويس. كابتن محمود الخطيب هو بيقول انا مش محتاج اتكلم عليه، هو راجل كبير، راجل كبير في المقام وفي الـ في الـ والاهميه في افريقيا، وهو طبعا بيثني على دوره كبير في الرياضه النادي الاهلي بشكل عام وفي مصر بشكل عام وفي النادي الاهلي بشكل خاص، وهو بيقول انا على يقين التنظيم هيطلع بشكل جيد جدا خاصه بالدعم الكبير من الاتحاد المصري لكره اليد والكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي. شفتوا حضراتكم طبعا رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد وهو بيقول ده اليوبيل طبعا الذهبي ليهم وعايزين يطلعوا حاجه على اعلى مستوى، فبالتالي النادي الاهلي هو احسن اختيار ليهم عشان تطلع البطولات دي بمستوى يليق بقيمة القارة الأفريقية وأيضا بقيمة النادي الأهلي.